عليك. هنيالك ما دام انك داخل مع بهاج. والله هنيالك. يستاهل بهاج. جايب لكم سابق. كسر الدنيا. ما مكسر الدنيا. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. النور والسرور. الله يمسيك بالنور. متوتر؟ لا ماني متوتر بس انا كذبت على القبول هناك صح؟ ايه لا مو بقبول لك هي لجنه هناك وش قلت عندهم؟ اللجنه القبول هم قالوا لي هناك وكذبت عليهم قلت لهم مشيت. قالوا لك مقبول؟ ايه ما عندهم ما عندهم سالفه خذ مني ما عندهم سالفه سالفه الرجال يقول كذبت عليهم قلت انهم اني منشد واعطيتهم شيء والله هذا الرجال يقبلوني ولا لكن انتم ضبطوه الحين انا وش علومك انت؟ وش جاي تكذب؟ عرفنا عن نفسك استرسل معك دقيقه ابحر روح توي بال وبهالك معكم متابع الحارثي ونعم معلكم زود متعب الحارثي الله من وين؟ من الرياض وش موهبتك يا متعب؟ الصدق هذا الصدق 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 الحين ايه ما نبغى الانشاء والله ان المواهب واجد حسن اللي تبون اللي من ضمنها الرياليتي كويسه ومن ضمنها ان شاء الله انشاد ما في مشكله ومدوق للشعر واحفظ قصايد وقصص والله من اللي قال لك قول عندي رياليتي؟ ها؟ من اللي قال لك الرياليتي جيد؟ لقيتها في تويتر بها انت ريالتي يا بحاج ريالتي وش الريالتي السوالف والمزيانه كلها انك تصير على شخصيتك الله يعني ما تتقمص شخصيته من شخصيتك الله ما تجي تقول انا منشد وانت انت منشد اي بس اللي كذا لا حرام عليك ابو غنى خلينا نسمع طيب انا الحين ابي يعطيني هو الشيء الصحيح تدري وش قال هو يقول انا ما في مشكله اصير منشد عطني ريالتي الريالتي تجي هنا والله ما هبز بجيكم هنا تجي في كل مكان انت عندك ريالتي اسمع احد المرات سالفه بينك وبين اخوك عد لي عد لي ماقف خلال دقيقه سالفه مضحكه محزنه استرسل وانا اخوك روح اقنع اللجنه هنا تقبل جر الصوت اي نشيده روح عش انا كذاب في الصوت صوت ما هذا اللي طيب خلاص سالفه سالفه رسنا على بر يلا هذا واحد من الربع هسل له اصحاب وكل ويكند يطلعون طلعات عشيات وسمرات وهبت ريه وسحبوا عليه يوم جاء ذاك الليل وجاء لهم في الموقع ما كلمه وسوى له قصيده يقول لا صدت اصحابي بلا ذنب واسباب لا ناشد عنها ولا متبعها اقف وادور ما حد الطرق مجناب ولاني مجبور على مجتمعها ولا طق باب اللي قفل دوني الباب وطموح نفسي للثريا رفعها وريح الندلي مع نسيم الهوى الهاب اللي انا يقول بري ايش يقول نفحها برضه خلا ما بين جيان وهضاب ومجد بفود جرة الذيب معها خير من صبرنا على بعض الاصحاب ومجاولت ناس قليل سنحها طيبهم قال لي للعرقيب شذاب اللي هو على ارزاق الخلايق قطعها ولو طليت الجربه ومن هالجرب طب وما القرع ما تنطلي من قرحها وسلامتك سلام 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 متعب سب قد شاركت في برامج قبل؟ لا والله السوشيال ميديا؟ ايه مشهور؟ على خفيف مشهور ولا لا ما هو مشهور ابدا على قدك ها؟ آه. طيب قلت لك تسولف بدون يديك انت داخل تبحث عن الشهرة بدون يعني بودي لانجوج حركة الجسم يعني ثبت نفسك شوية انا ما ثبت نفسي ما عرفت اهج انت معك بودي لانجوج ولا لا؟ شني؟ بودي لانجوج معك ولا لا؟ والله اول مرة اسمع اذا جاوبت اذا جاوب اختارك من فريقي بس ايش شرط تجاوب؟ ما جبتها؟ وش اسمها؟ البودي لانجوج ما جبتها؟ هيك كل المتسابقين جابوها معهم اللي جو عندنا لا لا خلاص دخلني فريق بهاي الفريق يقول اذا جبتها صح؟ جبتها 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 رايت سميرة متعب انت دخلت مع بهاجنا انت لو فرقبته والله كف والله حزام بهاج بدون قصر فيكم يا عجب عينك ابشر سعدك في البرنامج كلك سعد كلك سعد بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا متعب شكرا لك انا كتبي يعطيك العافية فالك طيب يا حبيبي الله يوفقك بيض الله وجهك وجهك اقدم لك هدية الله يسعدك هديتك مقبوله جانب الله يهينكم الله يسترايك يا عاد سبحان الله ناس بجيب شخصيات تغير عليك الجو والله العظيم تحس